مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى ذروتها أعلاها. باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. والمقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. وللحديث بقية، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا
نورا ترث القلب اليقينا. روضة غناء فيها هدي خير المرسلين، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين.